يترقب المتعاملون في سوق المال السعودية النتائج المالية للشركات المساهمة المدرجة عن أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي، التي يتوقع أن تأتي إيجابية لمعظمها مع بعض التباين في نسب النمو في الأرباح لارتباط نتائج بعض الشركات بأسعار النفط، مثل شركات قطاع البتروكيماويات وشركات التي ترتبط نشاطاتها بهذه الصناعة. وسجل مؤشر السوق نمواً إيجابياً في 3 جلسات وهبط في 2 جلسة ليسجل الزيادة الأولى بعد 2 أسبوع من التراجع، مرتفعاً إلى مستوى 6258 نقطة مقابل 6223 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الماضي. وتأثرت التعاملات بترقب المتعاملين إعلان الشركات نتائجها المالية لتهبط السيولة المتداولة خلال الأسبوع إلى 23 بليون ريال، انخفاضاً من 24 بليون ريال للأسبوع الماضي بتراجع قدره 7%، فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 2% إلى 579 ألف صفقة، وارتفعت الكمية المتداولة إلى 22 بليون سهم. وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي تداول أسهم 168 شركة، ارتفعت أسعار 85 شركة منها، بينما تراجعت 83 أخرى لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.444 مليار ريال بتراجع مقداره 8 بليون ريال. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، يسعدني الترحيب أيضا بضيوف لهذه الفقرة، رئيس مجموعة خبراء المخاطر السعودية الدكتور عبد الرحمن زمان. مرحبا فيك دكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا. وأيضا المحلل المالي الأستاذ صلاح البلالي. مرحبا فيك أستاذ. أهلا وسهلا. مرحبا فيكم. نبدأ معك دكتور عبد الرحمن، كيف ترى نتائج الحالية للمالية طبعا للسوق الأسهم السعودية للشركات السعودية، كيف تقيمها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك، شكرا لقناة الأخبارية، أحيي زميلي القدير. لا شك النتائج لم تعلن بالكامل بعد، يعني أغلب الشركات وبالذات الشركات المؤثرة حقيقة ما زالت، يعني إحنا في اليوم 15 من بدأ العد التنازلي. نعم، فبدأ العد التنازلي، أتوقع أنه على يوم 25 تكون أغلب الشركات وبالذات الشركات الكبرى أعلنت يعني نتائجها. طبعا النتائج المؤشرات في التقرير إيجابية. في التقرير يقولون توقعاتهم تكون إيجابية. نعم، لا هي إيجابية. طبعا لعدة أمور، من ناحية القطاع المصرفي تحديدا نتائجه أفضل مما كانت عليه في العام السابق، وذلك لعدة أسباب، منها زيادة الحقيقة القروض أو زيادة إصدار السندات من قبل الحكومة، وهذا ما استفادت منه البنوك، أيضا زيادة نسبة الإقراض من إجمالي محفظة القروض إلى 90%، هذا أثر بشكل كبير على أسهم أو على نتائج القطاع. بالتالي طبعا هذا أحد يعني المؤشرات الإيجابية. أيضا في القطاع البتروكيماوي أسعار النفط حقيقة يعني ارتدت خلال الفترة يعني القليلة الماضية من منتصف شهر 3، وهذا بالتالي له تأثير مباشر على القطاع البتروكيميكالز، وهي شركات حقيقة مرتبطة ارتباط وثيق بأسعار النفط العالمية، وهذا أيضا سيكون إيجابي له ولا سلبي؟ طبعا تأثير إيجابي، ولكن أتصور أنه يعني إعلان الشركات المؤثرة مثل ما ذكرنا، البنك الأهلي، الراجحي، سابك، هذه من يعني الاتصالات السعودية، هذه كأسهم قيادية في سوق الأسهم ما زالت حقيقة لم تتبين بعد، ولكن أتصور أنه إن شاء الله تكون النتائج أفضل. طيب، من التوقعات. أستاذ صلاح،
يعني لما من فترة تقريبا سنة سنتين أو ثلاث سنوات أقل أكثر، دائما ما يكون المراهنة على القطاع المالي المصرفي أنه نتائجه إيجابية، أحيانا يلقى الضوء عليها أكثر، يعني تعرف حق الأسهم يبغون الأمور الإيجابية أكثر السلبية، يمكن المضاربين يحبون على أساس يبدون يلعبون في سعر السهم سواء كان خبر يعني مؤثر أو لا، لكن المصرف المصارف القطاع المالي دائما ما يكون إيجابي ونظرته إيجابية. البتروكيماويات مضروب له فترة من أسعار النفط، طبعا بسألك عن توقعاتك لا في الربع الحالي، عندنا الاتصالات إيجابي ولا سلبي، عندنا الصناعي القطاع الصناعي أيضا إيجابي ولا سلبي، وأيضا قطاع الأسمنت، يعني هذا يمكن أغلب القطاعات القيادية. طبعا بسم الله، بالنسبة للقطاع المصرفي يمكن احنا قد ذكرنا يمكن في السنة الماضية وحتى اللي قبلها التوقعات كان انه ستتحسن أسعار الفائدة، وهذا اللي كان متوقع للبنك أو الخزانة الأمريكية برفع نسبة الفائدة على الدولار، وبالتالي كنا نتوقع أنه أرباح البنوك على مدى الخمس سنوات القادمة ستبدأ تتحسن، إضافة إلى أنه رفع الفائدة يرفع من قيمة العملة الدولار وبالتالي الريال تبعا لذلك. أنا أعتقد أن هذا الارتفاع أو التحسن في نتائج البنوك إجمالا أنا أتكلم ستكون يعني جيدة، يعني تحسنت الفترة هذه وأظن أنها ستكمل يعني خلال الفترة القادمة من السنة وحتى يعني السنوات التي بعدها، لتوقعنا بارتفاع يعني نسبة الفائدة على المدى البعيد تزامنا مع تحسن الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الأخيرة وخاصة السنة الأخيرة. هذا بالنسبة لقطاع المصارف. بالنسبة لقطاع البتروكيماويات مثل ما ذكرت هو يتأثر تأثر مباشر بأسعار النفط، وإحنا يعني رأينا أنه أسعار النفط نزلت بشكل كبير خلال الفترة الماضية ثم وصلت إلى مرحلة يعني نعتقد استقرت. انها يعني نعتقد الى حد ما انها ستكون في النطاق يعني الادنى، يعني لانها نزلت بحجم كبير مع توقعات يعني ربما لا تكون خلال سنه واحده، لكن اجمالا يعني المستوى الحالي مقبول كاسعار كحد ادنى، وغالبا يعني دائما نتكلم انه ليس هناك شيء مضمون لكنه غالبا الأسوأ يتجه نعم. حصل الأسوأ حصل هذا المتوقع نعم هذا المتوقع أنه الأسوأ حصل وخلصنا. بالنسبة للصناعة وخاصة نحن نتكلم في المملكة صناعات مواد البناء، أول شيء الأسمنت وبقية الصناعات الأخرى هي اللي تؤثر بشكل رئيسي على القطاع الصناعي، إذا ما استثنينا القطاع البتروكيماوي يعتبرنا قطاع منفصل عن بقية الصناعات. أنا أعتقد أنه طبعا تأثر بشكل كبير بحجم المشاريع، يعني لدينا تقليص في يكون إيجابي ولا سلبي؟ هل يكون إيجابي ولا سلبي؟ أنا أعتقد خلال سنة ونص يعني لن يكون هناك نظرة واضحة، لكن واضح عندك؟ لن يكون واضح، لكن هو إلى التحسن أقرب من أنه إلى أنه والبتروكيماويات إيجابي أيضا نعم هذا اللي أنا أعتقد. والاتصالات؟ الاتصالات يعني أعتقد أن القطاع إجمالا وصل إلى مرحلة النضج، ما لم يكون هناك تغيرات كبيرة في المنتجات اللي يعتمد عليها هذا القطاع، فإن سيبقى يعني في نطاق اللي هو يتحرك فيه بشكل أفقي لأنه وصل إلى مرحلة نضج الآن عندنا في المملكة. طيب دكتور عبد الرحمن معليش اسمح لي أعيد عليك القطاعات هذه عشان نكون أكثر تحديدا. البتروكيماويات تشوف أنه توقعاتك الأرباح الخاصة بشركاتها إيجابية ولا سلبية؟ طبعا لا بد أن نفرق في لما نقارن نتائج الربع الحالي بنتائج 2014 و2015 لا شك أن النتائج ستكون أقل بكثير، ولكن هل هي كما يتوقع المحللون والمراقبون أم هذا أفضل؟ هو المقياس نعم هذا هو المقياس، أم أفضل أم أسوأ، هذا هو المعيار الذي يجب أن نركز عليه. أما لا شك أن هناك فرق كبير بين نتائج السنة 2014 و15. معنى كلامك أنه شيء طبيعي طبعا بحكم الأسعار العالمية، طبعا الأسعار العالمية انخفضت بشكل حاد سواء الأسعار النفط أو الأسعار المشتقات
البتروكيماوية والمشتقات النفطية. هذه نقطة مهمة، فبالتالي أنا أتصور أنه النظرة إيجابية للقطاع بشكل عام. وعلى فكرة ترى القطاع البتروكيماوي من أكثر القطاعات اللي يسهل تحديد الرنج الخاص بأرباح سواء منخفضة أو مرتفعة. نعم بحكم نعم أسعار نعم النفط نعم و... هي لا 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 طبعا لا شك أن القطاع البتروكيماويز وبالذات الشركات التي لم تصل إلى الطاقة القصوى في الإنتاج ولديها نوع من الإشكاليات في مسألة القروض وتكلفة التمويل، الأعباء المالية الضخمة التي تتكبدها مثل الشركات الجديدة مثل شركة تكوين وشركات الشركات القديمة بعد يمكن كيان لا لا أنا أتكلم عن الشركات اللي في طور الحقيقة لم تصل إلى واجهت صعوبات الفترة الماضية حقيقة. صعوبات تمويل، صعوبات في تشغيلية، صعوبات على مستوى الإنتاج، لم تكتمل مشاريع بشكل مطلوب، وبالتالي تكبدت حقيقة تكلفة تمويل وقروض ضخمة وهي تعاني إلى حد ما من هالمشكلة. يعني لا أريد أن أذكر أسماء شركات، ولكن يعني هناك جزء من شركات القطاع تعاني من المشكلة هذه. أما الشركات أو الشركة الرائدة تحديدا سابق يعني أتصور أنها يعني نتائجها بتكون أفضل من التوقعات، وبالتالي يعني ينعكس ذلك مباشرة على سعر السهم. إذا كانت التوقع الأرباح يعني مطابقة للتوقعات أو قريبة فهذا خبر إيجابي. نعم حتى لو كان سلبي. نعم يعني ما سلبية لكن مش بالشكل الحاد. يعني بفارقة يعني جزء إذا كان منخفض من أكثر من التوقعات فهذا خبر نعم سلبي. نعم أمر سلبي سينعكس بالتالي على 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 على, على السهم. لكن دائما المستثمر السعودي بالذات الأفراد هم دائما يتجهون إلى أسعار النفط في علاقتهم بأسعار أو بالاستثمار أو بالمضاربة حتى في شركات البتروكيميكالز، لأنهم تركيزهم دائما على السوق الخارجية وهم طيب بالتالي ينساقون أيضا. وهذه نقطة إذا تسمح لي جزء من دقيقة، هذه نقطة يجب لنا الحذر منها، أنه دائما تقييم الشركات والاستثمار فيها وحتى المضاربة فيها يجب أن تكون نحذر من المخاطر المرتبطة بعملية السياق خلف شائعات معينة أو يعني ترويج يعني أو تسريب حتى أخبار تكون يعني بشكل يتضرر منها المستثمر الفرد البسيط. وهذا دور مناط بهيئة سوق المال في مسألة تعزيز التوعية لدى المستثمرين. يعني بشكل عام القطاع بقية يعني أنت نوعا ما تقول أنه بيكون إيجابي، أنه بيكون بيطابق نوعا ما. نعم توقعات حتى لو كان سلبي. الاتصالات، قطاع الاتصالات والله الاتصالات تعتبره قطاع مستقر باستثناء شركة موبايلي. طبعا الشركات وضعها صعب، يعني شركة زين وعذيب، شركة زين وعذيب، شركة الاتصالات السعودية هي يعني الرائدة في السوق وهي أوضاعها مستقرة. بقية شركات كلها لا، شركة موبايلي في تحسن كبير. شركة موبايلي هذه النقطة الجوهرية في القطاع، شركة موبايلي في تحسن، تجاوزت قد تكون تجاوزت يعني رأس الهرم في المشكلة وهي في نزول وفي تحسن. درجة السيولة عندها ترتفع، عندها يعني الإشكالية اللي وقعت فيها حقيقة في تحسن بقيادة الرئيس المجلس الجديد المحافظ المؤسسة التأمينات الاجتماعية ورجل حقيقة مع فريق من مجلس الإدارة أيضا على من أهل الخبرة والسعي يعني طيب والتجربة، هذا أثر بشكل مباشر على يعني إيجابية الشركة نوعا ما وتجاوزها لمشكلتها. عذيب وزين طبعا عذيب يعني معاناتها من سنوات وأتوقع أنها تستمر خلال سنوات، ربما يعني يرى أمر أو آخر في مستقبل الشركة. لكن زين بحكم أنها مرتبطة بقروض حكومية ضخمة ولا تستطيع حتى لو يعني واجهت مشاكل ستقف معها سيقف معها الدائنون مجبرين، لأن الأموال الموجودة لدى زين حقيقة كبيرة جدا وهي على شكل حتى حولت إلى شكل قروض ميسرة وقروض يعني بدون فوائد حقيقة في جزء منها. هذا بالتالي سيحتم على بيع الأبراج. وش بيأثر على قطاع؟ والله بيع عملية بيع الأبراج يعني موبايلي وعندك طبعا زين. عملية بيع الأبراج هي طبعا الأبراج لها أقساط استهلاك ستخفف من عملية الأعباء اللي تحملها الشركات، وبالتالي ستعود عليها جزء
من ناحية الأرباح الرأسمالية، والجزء الآخر من ناحية تخفيف تكاليف التشغيل، بالتالي سيعود عليها بارتفاع الأرباح. أستاذ صلاح، يعني بحكم نظرتك للأرباح هنا، نتكلم على أنه كثير من زي ما ذكر الدكتور عبد الرحمن أنه في ناس يستغلون الأوقات هذه ببث شائعات، وهذا وقتها يعني عندهم أنه يبدأون، وهذا وقت أيضا تلقف هذه الإشاعة عند المتداولين. كيف نحد من هذه الظاهرة؟ أنا أسميها ظاهرة لأنه تكثر حقيقة في هذا. طبعا يعني هذا يحدث في جميع الأسواق العالمية، يعني لازم نعرف هذا الشيء. إحنا يمكن مقارنتنا يمكن ببعض الأسواق اللي صار لها سنوات طويلة، يعني تتجاوز 100 سنة يمكن بعضها، يعني نعتبر نوعا ما يعني حديثين، لكن نفس العوامل التي تؤثر وتكون موجودة في جميع الأسواق اللي في العالم موجودة عندنا. أظن أنه يعني كلامك اللي ذكرته وذكره زميلنا العزيز هو كلام صحيح. يعني في خلال فترات الركود تبدأ تتجه يعني كثير من السيولة للمضاربة، ولتعظيم يعني أرباح المضاربين يتجه المضاربين إلى بث بعض الإشاعات ولتعظيم الأرباح بشكل أكبر، علشان يستطيع يبيع هو بعض الأسهم اللي عنده، عشان يستطيع أنه يشتري بسعر أقل. يعني هذا أنا أعتقد أنه من المهم أول شيء على جميع المتداولين، يعني رفع وعيهم أنه ما يأخذ خبر ليس متيقن منه عن الطرق الرسمية، سواء إعلانات الهيئة سوق المال، إعلانات الشركات. الشيء الآخر الاعتماد على التحليل الأساسي للشركة. كم واحد بيسمع نصيحتك؟ أنا أعتقد أنه الوعي اليوم أفضل من قبل يمكن 5 سنوات. بس أنا إذا جاني خبر بعتبرها فرصة، والسوق تعرف اشترى على الخبر، وإذا نزل رسمي بيع. صحيح، هذا. طب كيف أتعامل وأنت قاعد تنصح؟ لا لا، بس إنه اليوم يعني من التجارب السابقة أنا أعتقد إن هذا قل، وكل ما له يقل، يعني لأنه الناس كثير منهم تضرروا بشكل كبير من الأخبار. اليوم لما تعطي خبر لشخص يعني إذا كان بشكل عفوي بيسألك ما هو مصدرك وليش ومن وين جبته، من أول كان يقولك احلف ويشتري يعني. يعني على الأقل هذا جزء مهم يجب أن نأخذه في الحسبان. يعني أنا أعتقد هذا الشيء. الجانب الآخر هو دور الهيئة، الرقابة على نشر هذه الأخبار ومن تخرج منه. دكتور عبد الرحمن، نتكلم على أيضا، يعني ما بقي معي إلا دقيقة، السوق تأثره بالأرباح اللي أنت تتوقعها، هل هي كالعادة أنه استباقي السوق؟ أنا أشوف دائما بعد ما يطلع الخبر يبدأ السوق يأخذ منحنى آخر كأنه استوعب قبل ما يطلع الخبر. نعم، السبب رئيسي وهو أن وجود ثلة من أعضاء مجالس الإدارات حقيقة دورهم يعني هم مجرد زيادة عدد ومسربين للأخبار. طبعا هذا لابد من الهيئة، نعم هذا لابد من الهيئة تأخذ حقيقة تأخذ يعني إجراءاتها لحماية المستثمرين من هالنوعية من أعضاء مجالس الإدارات. وش تبيهم يسوون الهيئة؟ عفوا، وش الإجراءات؟ طبعا الإجراءات أولا لابد ما يكون على يجلس على مجلس الإدارة من هو مؤهل ومن هو يعني فصل الملكية عن الإدارة. دائما كل ما ارتبطت الملكية بالإدارة بشكل أو بآخر، ممثلي لبعض الصناديق الحكومية بأجهزة بشكل يعني أنهم يعني بلا علم وبلا دراية يعني يتم انتخابهم أو ترشيحهم بشكل يعني قد يكون مضر. لكن بس اسمح لي في جزء من دقيقة، أنا يمكن أختلف مع زميلي اللي هو بخصوص الشركات الإسمنت. أتصور أنها ستعاني إن لم يفرج عن بحكم كميات المخزون الضخمة التي الموجودة لديها، إن لم تسمح الحكومة بتصدير ولو جزء ولو الفترة مؤقتة حتى تتخلص من هذا الفعل، ستكون نتائجها سلبية. وإذا سمحت بالتصدير بيكون خبر إيجابي على القطاع الأسمنتي أكيد. نعم نعم. رئيس مجموعة خبراء المخاطر السعودية الدكتور الرحمن زمان، شكرا جزيلا، شرفتنا اليوم، شكرا جزيلا. وأيضا شرفنا المحلل المالي صلاح البلاء، شكرا جزيلا، شرفتنا. شكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين.
المشاهدين أيضا على متابعتكم لنا في ساعة في الاقتصاد. كنت معكم فيصل أحمد شلهوب، تقبلوا تحياتي وتحيات باقي فريق العمل، إلى اللقاء.